رجعنا تاني لويس مايا نجم ريال مدريد وبرشلونه الاسبق. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري، سعداء بتواجد واحد من افضل لاعبي الوسط في تاريخ ريال مدريد. اهلا وسهلا، مساء الخير. بدايه كده لازم لازم اسالك على تاريخك العظيم مع ريال مدريد اللي كان مليان انجازات وكان مليان اداء رائع جدا وعدد كبير جدا من المباريات، تتذكر في ايه هذا التاريخ العظيم وهذا الجيل الرائع وقتها لريال مدريد؟ Me preguntas por mi tiempo en el Madrid. Sí. هتسألني عن فترتي في الريال مدريد. صحيح. Bueno, han pasado mucho tiempo ya, ¿no? مر وقت طويل على حين كنت لاعب في الريال مدريد. Estuve 7 años, la verdad que fantásticos en un gran club. مضيت 7 أعوام من أفضل أعوامي مع الفريق. Con grandes jugadores, con مع لاعبين كبار وعمالقة وتاريخ detrás del club muy importante. وتاريخ حافل من الإنجازات الهامة. Y bueno, pues tengo un grandísimo recuerdo de mi paso en el Madrid. ولدي كثير من الحنين الفترة اللي قضيتها في ريال مدريد كلاعب. Eso es. وهذا أي اللاعبين تتذكرهم بشكل جيد وعظيم في جيلك الرائع جدا مع ريال مدريد؟ Los futbolistas que recuerdo. Sí. Vale. A ver, he jugado en la primera época con futbolistas. لعبت في الفترة الأولى مع لاعبين مثل como Ultragueño, como Ultragueño, Sánchez. Y luego en la última época, pues como futbolista. وفي الفترة الأخيرة لعبت مع لاعبين como Raúl González, Roberto Carlos. Yo creo que, bueno, أعتقد أن he tenido la suerte de estar durante 7 años. حالفني الحظ لقضاء 7 أعوام مع للعب مع أساطير للكرة مثل هؤلاء. Y de jugar en un club histórico, ¿no? واللعب لنادي تاريخي من أفضل نوادي أوروبا. هذا الموسم لريال مدريد شايفه موسم جيد سواء على مستوى الدوري أو دوري أبطال أوروبا، ولا شايف إن موسم ريال مدريد هذا العام مش أفضل مواسم مع كارل أنشيلوتي؟ La marcha de este año, de esta temporada. Sí, sí. Bueno, a ver, este año hubo un cambio de entrenador. كان هذا العام مرينا بتغيير في المدير الفني. Había algunas dudas desde el principio. كان هناك بعض الشكوك من البداية. Pero con el tiempo creo que la gente del Madrid está contenta con el equipo. ولكن مع الوقت اعتقد ان مشجعي مدريد مبسوطين من نتائج الفريق. peleando por la liga y peleando también por la Champions. في اللعب في الدوري الاسباني وايضا دوري ابطال اوروبا. Y bueno, yo creo que ahora este mes es un mes clave. وهذا الشهر انا ارى يعني انه شهر مفتاحي في انجازات الريال مدريد هذا الموسم. Siempre el Madrid siempre aspira a ganar máximos títulos. نادي ريال مدريد دايما بيسعى لتحقيق افضل الالقاب. Sobre todo la Champions. الشامبيونز ليج على كل. Y
tiene un partido pues que es clave, ¿no? Para ellos, que es el día del partido de la vuelta del PSG. وايضا مباراه العوده مع البي سي جي هي مباراه مفتاحيه ومهمه. Sí, va a necesitar la mejor versión, el mejor juego para poder eliminar al PSG. لتقديم افضل صوره للمباراه وافضل اداء امام الفريق. Y sobre todo el apoyo de todo el estadio. وايضا يسعى للحصول على الدعم من كافه المشجعين في الملعب المباراه.